الفاكهه جافه اللي كتعطي طاقه للجسم وكتناسب الاشخاص اللي كيمارسوا مجهودات عضليه، وخصوصا مفيده جدا بالنسبه لتقويه الذاكره. تماما، لانه هذا يمكن منافع ديالو كثيره، لا سيما من ناحيه ديال السكر البطيء في الهضم، ماشي بحال السكريات اللي سريعه في الهضم، يمكن احسن من الحلويات اللي عطاو. اذا كنضيفوه مباشره تماماً. بعد ما كيطيب لنا غيبقى لنا اللوز اللي مقلي بعد ما قشرناه وقلينا، غيبقى لنا باش نزينو الطبق. دابا مباشره غنبدا باش نروي، ومن بعد نرجعو. اذا هنا سي هو اللي كان مرقو، كان ما بقى لنا الا نضيفو. بعد ما كيطيب لنا اللحم كنضيفو الزبيب، اما بالنسبه للوز فهو تمام للتزيين، وبطبيعه الحال كنضيفو داك الخويط ديال زيت الزيتون في الاخير. اذا مشاهدينا الكرام، فكنغلقوا على الطنجره حتى كيطيب لنا اللحم ديالنا، عاد كنضيفوا الزبيب. بالنسبه للوز فكيبقى التزيين. ما بقى لنا مشاهدينا الكرام الا ننتقلوا للمقادير، نتاليها الصور ونعود مع الشكل النهائي لوصفه اليوم. وصفتنا الثانية هي عبارة عن لحم على الطريقة المروزية، فغادي نحتاجو لها أطراف من لحم الملج، جوج بصلات محكوكين، توابل المروزية، ملح، إبزار، سكنجبير، جوج أعواد من القرفة، زلافة من الزبيب، ولوز مقلي صحيح للتزيين. مشاهدينا الكرام، بالنسبة للحم على طياب المروزية كنقدموه لكم بألف صحة على هذا الشكل. تماما أختي دليلة، تبع منسيات المراحل ديال المروزية درناها زعما بواحد الشكل اللي يكون واحد الطريقة مبسطة. مبسطة تماما، لأنه في الغالب هاد لي روسيت اللي تيكونوا شوية قدام، اللي هما معروفين قدام، كانوا جدودنا بكري تيستعملوهم دائما، علاش؟ كانت ظروف الغالب تيختفيو، لا ديسباريسيون ديال ذاك التراث، حتى نحاولوا نعاودوهم ولكن بطريقه اللي يقدروا الناس انه تيكون فيهم العسل والسكر. بزاف ديال الناس ما تيحاولوش الذوق تيجيهم شويه من هذا، تنحاولوا نديروهم بنفس الطريقه ولكن تيكون شويه تيقول لايت خفاف، نقسم لهم السكريات، نقسم لهم العسل، ولكن باش يبقى ذاك التراث ديالنا دائما يعاودوا الناس يديروه. المروزيه اللي ما نتسناوش حتى العيد عاد نديروها، نقدروا نديروها ونديروها بطريقه سهله وكما قلتي بسيطه وبصحه وراحه. باسم المشاهدين والمشاهدات كنشكرك على تطبيق هذه الوصفات السهواري، وموعدنا غادي يكون الاسبوع المقبل بحول الله. اما انا والمشاهدين الكرام فغادي ننتقلوا حالا لفكره ونصيحه اليوم، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، فكرة اليوم غادي تكون حول سكنجبير، هذه المادة الأساسية اللي هي الموطن الأصلي ديالها هو الهند، الصين وماليزيا، وكتستعمل في هذه البلدان هذه كتابل وكدواء منذ حوالي 5000 سنة، وهو من أول التوابل الشرقية اللي تم استخدامها في أوروبا وفي فرنسا بالخصوص. واستعمال سكنجبير مشاهدينا الكرام كيختلف من بلد إلى آخر، فمثلا كنستخدموه في فرنسا لصناعة الحلويات ولتنسيم المشروبات، أما الهند فكنطيو به اللحوم والأرز، أما في الصين فكنستعملوه طري للتنسيم بحكم ان هذه هي خاصيته الاساسيه. ما بقى لي مشاهدينا الكرام الا ننتقل بكم لفقرتنا الرابعه والاخيره، خليكم معنا. اعزائي المشاهدين، فقرتنا الرابعه غادي نقترح عليكم من خلالها واحد المشروب ساخن او لا انفوزيون اللي كيحتوي على الحليب، سكنجبير اللي هو اساس الوصفه، والحبه السوداء او لسانوج. فبالنسبه لتحضير هذا الانفوزيون مشاهدينا الكرام، كناخذوا الحليب من بعد ما كيغلى جيدا، كنوضعوا فيه جوج معالق ديال سكنجبير، وكنوضعوا واحد الكميه من الحبه السوداء اولا السانوج، كنخلطوا العناصر وكنشربوهم بعد ما كنصفيوه. فهاد الماده هذه اولا هاد الانفوزيون مشاهدينا الكرام هي جد مفيده في حاله السعال اولا لاتو، في حاله الاصابه بنزلات البرد اولا الزكام اولا لا غريب، وكتعالج لنا خشونه الصدر. ما بقى لي مشاهدينا الا ننتقل بكم للشكل النهائي الاقتراح اليوم. بالنسبة للشكل النهائي المشروب الساخن ديالنا مشاهدينا الكرام فهو هذا، فهو جد مفيد خصوصا في حالات البرد والزكام، فكنقدموه لكم بألف صحة. كنذكروا بأن فيه الحليب اللي هو منسم بسكنجبير وبالحبة السوداء، كنقدموه لكم، كنتمناو أنكم تحضروه في منازلكم باش تستافدوا من المزايا الصحية اللي فيه. ما بقى لي إلا توديعكم مشاهدينا.